يجهز بقى ويجهز كده مسؤوله الزمالك استفسار لمخاطبة الاتحاد الأفريقي كاف لتوضيح موقف شكوى المريخ السوداني ضد الترجي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتقدم المريخ بشكوى ضد الترجي بكسر اللوائح بعدما قام بإجراء تغييرات فنية خلال أربع توقفات، وده مش بينص عليه القانون. القانون بيقول الإجراء في ثلاث توقفات فقط غير بين الشوطين. بين الشوطين مش محسوب، يعني انت معاك ثلاث مرات تعمل فيهم تبديلات في خلال 90 دقيقة غير بين الشوطين. وانتظر مسؤول الزمالك موقف النهائي قبل المواجهة في الجولة الثانية. حد يقول لي طب ما احنا مالنا؟ ما احنا عايزين نشوف احنا ماتشنا، احنا مش مالنا، ما دي مجموعتنا. ما دي حاجة عايزين نفهم، لما هو لو غيروا اللوائح خلاص احنا كمان نبدل في أربع توقفات. يعني لو الموضوع اتغير خلاص يلا بينا نغير كلنا. يعني هو الزمالك هنا بيفهم، عايز يفهم ايه المشكله، فين الـ 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 القرار، ايه من حقي، ما دي في مجموعتي مش مجموعه تانية. ده هيغير حسابات كتير في النقط. هل هيتم تغيير اللقاء، اعاده اللقاء اسف، هل هيحتسب نقاط اللقاء للمريخ علشان حصل قرار خطا او خطا موجود، هل هيكون في عقوبه على الترجي، عقوبه على الطاقم التحكيمي؟ لازم نكون فاهمين، يعني لازم نعرف ايه الإجراءات.